ازيكم يا جدعان؟ النهارده يا شباب هنلعب لعبة الطفلة المريضة عقليا. شتوي النهارده يا شباب هنكو هنجنن كل الاحباب وهنبدا اجمل العاب. يلا بينا نبدا. شو هنعمل النهارده في المعلمه الشريره؟ ايوه بقى عادي كده، عادي على ايدي يا زبادي. شوف هنعمل ايه في قرعتها دي، ونعمل لها احلى مقلب في الدنيا. يلا ايه الحلاوه الجمدان ده كله ده؟ مرجحني مرجحني، انا بحب اللي مرجحني. يلا بقى نجري نشوف هنعمل فيها ايه. اتمرني يا حلوه، اتمرني يا شاب جميله قمره. يلا هنا بطة هتبقى زلة بطة، يلا هنا بطة هتبقى زلة بطة، صعب عليا والله. ويلا بينا على مقلب التريدميل. يلا يا أبلة. أيوة كده، أنا أهم حاجة أعدلها رشاقة وتهتم بصحتك كده. أنت تهتمي بنفسك وأنا أنكد عليكي، بس شكلي كده هتمسك. أنا مش عارفة أنا في إيه، مش عارفة مش باخد بالي ليه، هيجيبوني هيجيبوني، بس أنا لازم أهرب. شوف طريقة سحرية هربيها، أنا لازم أعدلها زي كل مرة، لازم أقوم معاها بالوجه بزيادة. أمال يجي غالية عليا، بس اتمسكت. مشكلة نعيد تاني، احنا ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ خدنا كل اللي عليه، مفيش مشكلة يعني. وشكلنا برضه هنتمسك المرة التانية. يعني 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 خلاص يا عم سامحني. خلاص بقى المرة دي التالتة ثابتة، انا المرة دي هقوم فيها احلى مقلب. يلا بينا، كفاية عليها بقى، دي بقى لها مدة بتتمرن، دي صحتها احسن مني بكتير. انا لسه شابة وصغننة وجميلة، مفيش ربع صحتها دي، بس على مين؟ والله ما انا سايباها. يلا صحاب يا رب الستارة معايا. كهربتك يا شريرة، مش انت لوحدك شريرة، عايش يا اختي بالكهربي. يلا معلش بقى، بالسلامة بالسلامة. ياخدك بقى ايه، نعوضك في حتة تانية. امال ايه؟ يلا اديله ادي اديله ادي، معمودي سدي اديله ادي. يلا بينا ندخل على مقلب البسين. قال ايه؟ كل يوم الصبح في نفس الميعاد تروح البسين، عشان ايه؟ تهتم بصحتها. بس احنا هنقولها صحتها ونجمد لها قلبها. خليكم معايا لحد الاخر. هنشف لها البسين. واحلى مقلب في الدنيا. 1 2 3 هوب، الله ينور عليا. شفت بقى الحلاوه والشقاوه والطعامه؟ مش هتلاقوا الكلام ده في اي حته تانيه. واستنونا المره الجايه في حلقه جديده من حلقات المعلمه الشريره، قناه ابتكاسات بلا حدود.